اهلا بيكم حبايبي طلاب جريد 3 في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. توداي ان شاء الله هناخد ليسونز 59 و60 اللي بعنوان الليكويد فوليوم او ميجرنج الكاباسيتي. الدرس بتاع النهارده يا اولاد درس مهم جدا، وعلشان نبدا الدرس لازم نتعرف في الاول يعني ايه كلمه ليكويد. ليكويد معناها بالعربي سوائل. زي ايه السوائل دي؟ زي الميه، زي الزيت، زي العصائر، الحاجات اللي هي مش جامده، يعني اي حاجه زي الميه كده بنسميها ليكويد. طب ايه اللي بيميز الليكويد يا اولاد؟ اللي بيميز الليكويدز ان هي ممكن تاخد الشيب اوف زير كونتينرز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لما بنيجي نصب مثلا الميه في الكوبايه بنلاقي ان الميه خدت شكل الكوبايه، ولما بنيجي نصب الميه في الازازه نلاقي الميه خدت شكل الازازه، لما بنيجي نحط مثلا العصير في علبه العصير العصير بياخد شكل الايه؟ شكل العلبه دي. طيب احنا الدرس بتاعنا النهارده عايزين نتكلم عن ايه؟ عايزين نعرف ازاي هنقيس كميه الليكويد. يعني الميه دي لما تكون كتيره والميه دي لما تكون قليله، هل هقول ميه كتيره ولا ميه قليله، ولا لازم اوصفها برقم؟ لازم نقول نمبر. النمبر ده هو اللي هيعبر لي اذا كانت الاماونت اوف ليكويد او كميه الليكويد دي كبيره ولا قليله. طيب عشان اقيس كميه الليكويد هنعرف كلمه يا اولاد اسمها الكاباسيتي. يعني ايه كلمه كاباسيتي؟ الكاباسيتي معناها السعه او الشكل اللي هتاخده الميه ده، او الشكل اللي هياخده السائل قد ايه، كميته قد ايه. تمام، يبقى انا عندي حاجه اسمها الكاباسيتي. الكاباسيتي بقيس بيها كميه الليكويد. كميه الايه؟ الليكويد. يعني لو الليكويد عندي كتير هقول ان الكباستي بتاعته كبيره، لو الليكويد عندي قليل هقول ان الكباستي بتاعته قليله. طب ايه بقى هي وحده القياس؟ نفتكر مع بعضينا كده في الدرس بتاع اللينس. اللينس ده بقيس بالديستانس. طب اليونت اللي بقيس بيها اللينس كان اسمها الايه؟ المتر والسنتيمتر. نفس الكلام هنا، الكباستي زي اللينس كده. ايه اليونت بتاعتها اللي بقيس بيها؟ بنقيس بحاجه اسمها الليتر. يعني مثلا لما بنروح نشتري البيبس او الميه بنقول ايه؟ عايزين ازازه ميه لتر، او عايزين لتر بيبسي، او عايزين 2 لتر بيبسي. دايما بنذكر كلمه ليتر ديت، ما بنقولش ازازه بيبسي وخلاص، لازم اقول له الكباستي بتاعتها قد ايه، عشان هو الراجل بقى يعرف ساعتها ايه، انا عايز واحده كبيره ولا واحده صغيره. لو قلت له عايز ازازه بيبسي لتر بيجيب لي الازازه اللي احنا عارفينها، لكن لو قلت له عايز واحده 2 لتر يروح يجيب لي الازازه الكبيره. ليه؟ عشان انا طالب كباسيتي كبيره، او انا طالب كميه ليكويد كبيره، او انا طالب كميه بيبسي كبيره. يبقى هنتفق مع بعضنا يا اولاد ان اليونت اللي بستخدمها عشان اقيس السوائل او الليكويدز هنسميها الليتر، ودي يونت كبيره. لما اجي اتخيلها اتخيلها كده بشكل ازازه الميه، وبنختصرها باللتر ال. يعني ازازه الميه دي لو 1 لتر بنكتب 1 ال. اوكي، طيب لو انا عايز اتكلم عن كميه صغيره جدا من الليكويد هل برضك هنستعمل الليتر؟ لا، هنا في another unit of measure بنستعملها لما باجي اتكلم عن السمول اماونتس اللي هي ايه؟ اللي هي الملي لتر. يبقى انا عندي حاجتين، عندي الليتر وعندي الملي لتر. طب الملي لتر ده لما اجي اتخيله هو قد ايه؟ ال 1 ملي لتر بالظبط قد نقطة المية. يعني النقطة دي كده لما نيجي نشوف هي قد ايه بنقول عليها 1 ملي لتر. طيب الليتر كله فيه كام نقطة؟ دي حتة مهمة لازم نعرفها. ال 1 لتر ايكوال 1000 ملي لترز. يعني البوتل دي كده فيها 1000 ايه؟ ووتر دروبس. اوكي؟ طب لو عندي 2 لترز يبقى قد ايه من الملي لترز؟ يبقى فيهم 2000 ملي لترز. ولو عندي 3 لترز يبقى فيهم قد ايه من الملي لترز؟ فيهم 3000 ملي لترز. عشان نلخص الجزئيه دي يا اولاد، انا عندي حاجه اسمها الكباستي. الكباستي دي بقيس بيها كميه السائل اللي موجوده عندي. السوائل بنقيسها بيونت اسمها الليتر، ودي يونت كبيره. اليونت الصغيره منها اسمها الملي لتر. تعالوا مع بعضينا نشوف التشيك الجميل ده. يقول لي choose the unit you would use to measure the capacity of each. عايزين نختار الليتر ولا الملي لتر اللي هقيس بيه الحاجات اللي قدامي دي.
احنا قلنا الليتر بنقيس بيه الحاجات الكبيره. مين هنا عندي كبير؟ البوتل دي نقيسها بالايه؟ بالليتر. طيب الملك، البوتل بتاعت الملك بنقيسها بالايه؟ بالليتر برضو. ايه تاني؟ الباكت ده اللي هو الجردل، الجردل ده لما بنيجي نشوف المايه اللي جواه بتكون قليله ولا بتكون كتيره؟ بتكون كتيره. يبقى لما نيجي نقيسها بالليتر ولا بالملي ليتر؟ لا طبعا نقيسها بالايه؟ بالليتر. طيب تعالوا نشوف علبه العصير بتاعتنا. العلبه دي لما تيجي تبصوا عليها يا اولاد دايما بتلاقوا كده 200 ملي ليتر. يعني ايه؟ يعني هي اللي جواها 200 دروبس، لان احنا قلنا ال 1 ملي ليتر بنقطه، يعني تقريبا جواها 200 نقطه عصير. يعني بنقيس الكميه بتاعت الجوس اللي جواها بالملي ليتر. طيب نيجي نشوف الحقنه دي، الليكويد اللي جواها كتير ولا قليل؟ قليل طبعا. يعني هنقيسه بالنقطه اللي هي الملي ليتر ولا بالليتر بالازازه؟ لا طبعا بالنقطه. يبقى هنستعمل اليونت اللي اسمها ملي ليتر. طب دول ممكن يكونوا كام اللي جوه؟ مثلا ممكن يكونوا 20 ملي ليترز، ممكن يكونوا 30، ممكن يكونوا اكتر. لما تيجي تبصوا على الحقنه بتلاقوا عليها كده 10 20 30 ايه بقى؟ ملي ليتر. يعني لحد ال 10 ملي ليتر اعتبروها 10 نقط، لحد ال 20 ممكن نقول ان اللي موجود 20 نقطه and so on. طيب الفنجان ده اللي بنحط فيه الشاي، كميه الميه اللي جواه كتيره ولا قليله؟ لا عمرها ما هتبقى زي الازازه، اكيد اقل بكتير، وممكن تكون اقل من ايه؟ من علبه العصير كمان. يبقى هنستعمل الليتر ولا الملي ليتر؟ لا هنستعمل الملي ليتر. طب تقريبا ده يكون قد ايه؟ لو هو نص علبه العصير ممكن يبقى 100 ملي ليتر تقريبا، يعني 100 نقطه. اوكي يبقى احنا هنتفق مع بعضينا ان الملي ليتر لما اجي اتخيله هنتخيله بالنقطه، والليتر هنتخيله بالازازه، اوكي، اللي احنا دايما بنشتريها بتاعت البيبس، عشان تقدروا تتخيلوا الكميه دي. طيب يبقى انا عشان اقدر اتخيل الكميه بتاعت الليكويد هنعتبر كده ان النقطه الواحده ملي ليتر، والازازه بتاعت البيبسي او ازازه الميه هي دي ال 1 ليتر. وال 1 ليتر يا اولاد، ال 1 ليتر جواه 1000 ملي ايه؟ ملي ليترز. تعالوا مع بعضينا نشوف البراكتس ده. يقول لي تشوز ذا بيتر استيميشن فور ايتش. كلمه استيميشن خدناها قبل كده يعني تقدير، يعني اختار اليونت اللي بنقدر نقدر بيها الكميه بتاعه الليكويد. يعني البوتل دي كده لما اجي اقدر الكميه اللي جواها يا ترى هتكون 1 لتر ولا 1 ملي لتر؟ طبعا 1 لتر. طيب بالنسبه لهنا البوتل بتاعت الكاتشب دي اللي جواها 300 ملي لتر ولا 300 لتر؟ هل اللي جواها 300 بوتل؟ يعني احنا قلنا ان الليتر قد الازازه، قد ازازه الميه. الليكويد اللي جواها ده قد 300 من الازازه بتاعت الميه دي؟ لا طبعا. امال ايه؟ 300 من الدروبز، اكن اللي جوه بالظبط 300 نقطه، يبقى نختار 300 ملي لترز. طيب بالنسبه للزبون، الوتر اللي على الزبون دي 10 ملي لترز ولا 10 لتر؟ طبعا 10 ملي لترز، 10 نقط. اللي بعد كده الووتر اللي موجودة هنا 40 ملي لتر ولا 40 لتر؟ لا طبعا 40 لتر، يعني تقريبا كده اكني جبت 40 بوتل وفرغتهم هنا، لان طبعا دي كمية مياه كبيرة فبنقيسها بالليتر. طيب الجوس هنا 2 ملي لتر ولا 2 لترز؟ 2 ملي لترز يعني نقطتين. اللي موجود هنا نقطتين؟ لا طبعا، ده اللي موجود هنا 2 لترز. اللي بعديها الاوليف اويل ده، الزيت ده، هل 500 ملي لترز ولا 500 لترز؟ نختار ايه؟ 500 ملي لترز. 500 لترز يعني اكنهم 500 بوتلز. دول 500 بوتلز؟ مستحيل. طب نيجي اللي بعد كده، يقول لي تشوز ذا كوركت انسر. 3 لترز ايكوال قد ايه ملي لترز؟ احنا قلنا الليتر الواحد
موجود فيه 1000 مللي لترز، يبقى ال 3 لترز فيهم قد ايه؟ 3000. طيب 14 لترز فيهم قد ايه من الملي لترز؟ 14000. ال 10 لترز فيهم قد ايه من الملي لترز؟ 10000. هنا البرفيوم بوتل از ميجرد باي ايه؟ الازازه عندنا بتاعت البرفان كبيره قوي ولا صغيره؟ صغيره، يبقى هنقيسها بالايه؟ بالملي لتر. الووتر ان ابيزن از ميجرد باي ايه؟ الميه اللي في الحوض بنقيسها بايه؟ بالملي لتر، ولا بتبقى كتير؟ تبقى كتير، يبقى بالليتر. تعالوا مع بعضنا نشوف انذر ليرنينج بوينت، اللي هو ازاي هنقيس الكباستي. عشان اقيس الكباستي يا اولاد بيكون عندي حاجه زي كده بنسميها الجراديويتد سلندر، يعني الاسطوانه المدرجه. زي ما انتم شايفين كده يا اولاد بتبقى اسطوانه، الاسطوانه دي بتبقى ازاز ومكتوب عليها التدريج، والتدريج يا اولاد بيكون مالتيبلز اوف 10، عامله زي المسطره بس ماشي، بعمل سكيب كاونتنج باي ايه؟ باي 10. يعني مثلا علبه العصير دي لو مكتوب عليها 90 مللي لترز، لو جينا صبناها هنا هنلاقي ان الليكويد هيوصل لحد الايه؟ لحد ال 90. يبقى انا عن طريق الجراديويتد سلندر ممكن اعرف الليكويد بتاع اي حاجه. يعني مثلا لو عندي كوبايه، الكوبايه دي حملها ميه، وبعد كده نيجي نصب الميه فين؟ في السلندر دي، ونشوف اخر الميه وصل لحد فين. لو هي مثلا وصلت معايا لحد ال 70، يبقى الكوبايه دي الكباستي بتاعتها 70 مللي لتر. طيب لو جبنا فنجان صغير اللي هو زي بتاع القهوه كده، وعايز اعرف الكباستي بتاعته قد ايه، نملى فيه ميه، وبعد ما املى الميه اجي احطها هنا. لو وصلت لحد ال 40 يبقى الكباستي بتاعت الفنجان ده 40 مللي ايه؟ مللي لتر. يبقى نفهم من الحته دي ايه؟ ان انا عشان اقيس الكباستي بملى الحاجه اللي انا عايز اقيسها بليكويد، واجي اصب الليكويد هنا واشوف هو هيوصل لحد فين، ويبقى القرايه اللي هتطلع دي هي دي الكباستي بتاعت الحاجه اللي انا ايه؟ عايز اقيسها. طيب نيجي نشوف تشيك جميل كده، بيقول لي هنا رايت ذا كاباستي فور ايتش اوف ذا فولوينج. انا عندي هنا بوتل، البوتل دي انا عايز اعرف الكباستي بتاعتها قد ايه. نقوم نملاها بليكويد، وبعد ما املاها بليكويد اجي اصبه في الجراديويتد سلندر. احنا شايفينه بعينينا هنا وصل لحد فين؟ لحد ال 50. يبقى على طول الكباستي بتاعت البوتل دي 50 مللي لتر. طيب ازازه البرفيوم دي عايز اعرف الكباستي بتاعتها قد ايه؟ نقوم نفضي كل اللي فيها في الجراديويتد سلندر ونشوف هيوصل لحد فين. هنا وصل لحد ال 30، يبقى الكباستي بتاعت البرفيوم بوتل دي عباره عن 30 مللي لترز. طب يلا البوتل دي لما جينا مليناها وصبناها هنا، الليكويد وصل لحد فين؟ لحد ال 70، يبقى الكباستي بتاعتها 70 مللي لترز. طيب بالنسبه لدي عايز اعرف الكباستي بتاعتها قد ايه؟ نفضي كل اللي فيها في الجراديويتد سلندر، نلاقي ان الليكويد عندي وصل لحد هنا، ابص بعيني مكتوب 100، يبقى الكباستي بتاعت دي عباره عن 100 ايه؟ مللي لترز. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، ولينك الصفحه موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. يلا نحل مع بعضينا البراكتس ده. هنا عايزين نتدرب ازاي نقرا الجراديويتد سلندر. بيقول لي color to reach the given measures. هو هنا بيقول لي ان السلندر دي فيها 30 مللي لتر، يبقى الليكويد فيها هيوصل لحد فين؟ هيوصل طبعا لحد ال 30. يبقى نعمل ايه؟ نلون كده لحد ال 30، لحد السيرتي كده، وايه نقف لحد السيرتي بس ما نزودش، ان هو ايه اللي ايه 30 مللي لتر. طيب لو 80 مللي لتر يبقى لما اجي ابص هنا هلاقي الليكويد واقف فين؟ هلاقي الليكويد واقف لحد ال 80، ان هو ايه اللي 80، يبقى نوصل لحد ال 80 ونلون كده، نلون دي كلها. هنا 50 مللي لترز يبقى لما اجي ابص بعيني هلاقي الليكويد واقف لحد فين؟ لحد ال 50. يبقى لو الليكويد وقف لحد هنا يبقى الكباستي بتاعت الايه؟ بتاعت البوتل
اللي انا بقيسها 50 مللي لتر. طب يلا نشوف اللي بعد كده. 100 مللي لتر، يبقى الليكويد واقف فين؟ واقف هنا كده عند ال 100، يبقى نلون كل ايه؟ نلون كل دي. 10 مللي لتر، يبقى نيجي عند ال 10 هنا كده ونلون دي بس كده. يبقى الكباستي بتاعت الليكويد ده 10 مللي لتر. 70 مللي لتر، يبقى الليكويد واقف فين؟ واقف لحد ال 70، ونلون الايه الحته دي كده، ويبقى الليكويد ده الكباسيتي بتاعته 70 مللي لتر. طب ما بعدين نشوف الاكسرسايز الجميل ده. بيقول لي color to reach the required measures. البوتل دي الكباسيتي بتاعتها 20 مللي لتر، يعني اللي جوه دول حبه الليكويد دول 20 مللي لتر. تعالوا مع بعضينا بقى نشوف، لو انا عندي منهم 3 وهنحطهم في الجراديويتد سلندر هنوصل لحد فين؟ اول واحده دي لما اجي اصبها هنا هتوصلني لحد الايه؟ لحد ال 20 صح كده؟ نيجي ناخد دي لما اجي اصبها دي 20 توصلني لحد الايه؟ لحد ال 40، والاخيره دي برضك 20 توصلني لحد الايه؟ لحد ال 60. يبقى هما الثلاثه دول مع بعضيهم قد ايه؟ 60 مللي ايه؟ مللي لترز. نيجي هنا دي 20 لما اجي اصبها هنا توصلني لحد الايه؟ لحد ال 20 ديت. ناخد اللي بعديها هتوصلني لحد ال 40، ناخد اللي بعديها توصلني لحد ال 60، ناخد اللي بعديها توصلني لحد الايه؟ ال 80، واخر واحده توصلني لحد الايه؟ لحد ال 100، لحد ال 100 كده مللي لترز. يبقى دول كلهم مع بعضيهم الكباستي بتاعتهم 100 مللي ايه؟ مللي لتر. يلا اللي بعد كده. دي ب 20 لما اجي احطها هنا توصلني لحد ال 20 مللي لتر. نضيف عليها حبه الليكويد دول توصلني لحد الايه؟ لحد ال 40. يبقى الاثنين دول مع بعض الليكويد اللي فيهم الكباستي بتاعته قد ايه؟ الكباستي بتاعته 40 مللي لتر. يلا هنا دي لما اجي احطها هنا توصلني لحد ال 20، واللي بعديها توصلني لحد ال 40، ودي توصلني لحد ال 60، ودي توصلني لحد ال 80، لان كل واحده منهم فيها 20 مللي لتر. يبقى الفور بوتلز دول لما صبينا كل الليكويد اللي جواهم طلع الكباستي بتاعته قد ايه؟ 80 مللي لتر. يلا نشوف مع بعضنا اخر مساله. بيقول لي سامح درانك 1300 مللي لتر اوف ووتر، هاو ماتش مور اور ليس ذان 1 لتر ديد هي درينك. سامح شرب 1300 مللي لتر اوف ووتر، يبقى شرب اكتر من ال 1 لتر قد ايه او اقل؟ هل هو شرب اكتر ولا اقل؟ نيجي نشوف مع بعضينا كده. انا عندي ال 1300 مللي لتر، دي بتيكوال قد ايه؟ 1000 بلس 300، 1000 مللي لترز بلس ايه؟ 300 مللي ايه؟ مللي لترز. واحنا عارفين يا اولاد ان ال 1000 مللي لتر عباره عن ايه؟ 1 لتر. يبقى ال 1 لتر ده هنحط عليه 300 مللي لتر يدونا كام؟ 1000 300 مللي لتر. يبقى لما يجي يسالني ويقول لي هو شرب اكتر من ال 1 لتر بقد ايه؟ اقول له ايه؟ نبص بعينينا كده نلاقي ان ال 1 لتر زايد عليه 300، يبقى الاجابه بتاعتي هي درانك 300 مللي لتر مور، يعني شرب اكتر من ال 1 لتر ب 300 مللي لتر. وبكده يا اولاد يبقى خلصنا الليسون. ليسون جميل قوي، اتعرفنا فيه ازاي نقيس الاماونت اوف ليكويد، كميه الليكويد، وعرفنا ان كميه الليكويد اسمها الكباستي، وعرفنا برضو ان احنا بنقيسها يا اما بالليتر يا اما بالملي لتر. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وبالتوفيق لكم ان شاء الله.